دايما احنا بنحب نرجع بالذكريات للماضي الجميل، واتكلمنا قبل كده عن مؤسس فكرة الدوري محمود بدر الدين الاهلاوي جدا. النهارده بقى هنتكلم عن اجواء بداية الدوري لعام 48 49 و50 مع الاستاذ اللي منورنا، استاذ محمد صادق. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ، اهلا بيك. صباح الفل عليك، منور الدنيا كلها. الحلو دايما في وجود حضرتك لما نقول استاذ محمد صادق معناها هنعمل فلاش باك وترجع بينا بالزمن عشرات السنوات الى الوراء. احنا سامعينك يا استاذ. تملي بنقول ان ملوش ماضي ملوش حاضر. صحيح. والماضي الجميل هو اللي بيخلي ابناء الحاضر يبصوا للماضي ان هم يكملوا الانتصارات طبعا، ويرفعوا من شان النادي اللي بيلعبوا فيه. ها الجمهور العظيم ده كله يحرك الحجر. فاحنا هنا بنيجي نقول تاريخ النادي الاهلي يا جماعه، اللي ما شافش تاريخ النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي، شوف العظماء، شوف اللعيبه، شوف الناس. ها الاهلي ده مدرسه، الاهلي مؤسسه عظيمه على مدار 115 سنة و 113 سنة. الأهلي ماشي بسيستم واحد، أي حد يجي يلعب في الأهلي بيرفع كاس، بيرفع دوري. ده اللي بيتحكي، يعني مش بيتحسب له الفلوس بياخدها قد إيه، قد ما بيتحسب له البطولات اللي بياخدها قد إيه. واللي بيعتمدوا على الفلوس التاريخ بيطويهم، واللي بيعتمدوا على البطولات واسم النادي ها بيفضلوا خالدين. وبعدين لو بنتكلم على الازمنه دي، لو بنرجع لمرحله الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ما كانش في فلوس من مقاييس الحاليه، ما كانش في، كان في حب، كان في روح، حب بساطه، كان في انتصارات برضو. يعني احنا دلوقتي مع الاحترام لكل الناس الموجوده دلوقتي، يعني هم يحمدوا ربنا ده كل خير كتير، يعني كان زمان بيحبوا للنادي اللي يروح بكوتش. ساعات كان في انتوش ما بتكملش، الفرقه ما جاتش، اصلا مشغول، عندي امتحانات، انا ما اقدرش اجي. كان في فرقه بتعمل كده وانتوش ما بتجيش. كان اول البطولات ماشيه بشكل حبي، ايام ما كان في دوري القاهره وكاس السلطانيه بعد ما جه كاس فاروق. لكن لو كلمنا النهارده ببدايه اول بطوله 1948 49 كان بتاخد بالموسم، ودي اللي كان فيه بعض اللغط بيقولوا عليه بطولة 48. لا، هي بدأت 48 وانتهت 49، يبقى موسم 48 49 أول بطولة. وعايزين نقول حاجة كده في مدخل البطولات، يعني الدوري اللي الأهلي بيتزعمه بأكبر عدد كبير من البطولات اللي حصل عليها. نقول إن في 1948 49 أول مباراة كانت مع اليونان الإسكندري للأهلي. هنشوفها دلوقتي وأنا جايبها في جورنان غير معروف، ما جبتش بقى الجورنان المعروف. ده جورنان غير معروف، كان اسمه جورنان الزمان. ازاي الاهلي كده يقدر يكسب في اول مباراته الايه الدوريه 5-0؟ دي اول مباراه كان في الدوري مع النادي الاهلي. قبل كده ما كان في دوري القاهره احنا اتكلمنا عن مؤسس الدوري اللي هو طبعا محمود بدر الدين، وده كان الحلقه اللي فاتت مع الاستاذ محمد مصطفى. ده كان بدايه بقى الدوري في الاهلي، واحنا دلوقتي بنتكلم عن بدايه محمد مصطفى كلمه وقامه، وانا بكمل من بعد كده الاستاذ محمود الدين طبعا ليه اساس. انا بكمل بعد كده بقى بدايه الدوري نفسه بطوله. وكان يعتبر اول هداف للنادي الاهلي كان كابتن احمد مكاوي رحمه الله. كابتن احمد مكاوي ده اول فريق. بص بقى نركز على الصوره، عرفنا بقى كده يا استاذ محمد. هنا بقى كمال حامد والهيطه وهمامي وشطاره وابو حباجه وكابتن صالح سليم وفتحي خطاب ومذكور وتوتو، اسماء عظيمه. عايزين نحفظ الاسماء دي ليه؟ لان الاسماء دي قعدت سنين ورا بعض تاخد بطولات، تاخد دوري وكاس، دوري وكاس. كان بيخش عليهم بعض اللعيبه زي محمد الجندي في سنه، يخش عليهم الكابتن عبده صالح الوحش القيمه والقامه التاريخي الكبير في النادي الاهلي. اللعيبه دي كانت بتضاف لكل سنه، يعني لو حسبنا من 48 49 لغايه نص الخمسينات لما احنا خدنا 9 دوري ورا بعض، اللعيبه دي ساهمت في جزء كبير. نفس اللعيبه زي جيل مثلا 2004، زي الجيل الموجود دلوقتي بياخد 5-6 بطولات ورا بعض، نفس الجيل. فدي لو ناخد بالنا يعني دي اول فرقه للنادي الاهلي في الدوري المصري موسم 1948 49 منتهى في الذاكره لكل ابناء النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. وده ماتش مهم جدا اهو، الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري نفس السكندري 3-1. ايوه ده الماتش البطوله اليونان السكندري. ايوه اليونان السكندري، بص على الصوره حضرتك، اليونان السكندري اهو موجود. اوكي 3-1. خد بال حضرتك احنا البطولة دي خدناها ازاي؟ كان الاهلي والزمالك ماشيين جنب بعض، ما اسمه ما كان ساعتها الفاروق، كان المختلط، وبعد كده اصبح الايه؟ الفاروق، انعم عليه وخلاه فاروق. فالاهلي كان ماشيين مع بعض هو والزمالك، فجه في الماتش ده الاهلي كسب 3-1، كسب النادي السكندري، والزمالك في نفس الماتش المصري قدر يهزم
الزمالك 2-1. خلينا في اليونان السكندري لان يمكن في ناس كتير زي حالاتي اول مره تسمع الاسم ده. لا دي فرق من فرق كتيره، دي في فرق كتيره وفي الترام وسر وفي... لا طبعا الترام والحاجات دي كلها معروفه من زمان، انا بكلمك بس سر التسميه يونان. يعني سر التسميه يونان. ما في هل كان في لعيبه يونانيين يعني بيلعبوا ضمن الفريق عشان كده سموه يونان؟ كان في ساعات كمان اجاليات يونانيه. لا ما انا فاهم، انا بكلمك على سر التسميه. التسميه هل دي معناها ان في جنسيه بعض اللاعبين في الفريق ده؟ ايوه من اليونان. في لعيبه يونانيين كانوا بيلعبوا في مصر. الجاليات اليونانيه المقيمه في اسكندريه في الزمن ده كانت جاليه كبيره. طبعا ده زمان كان في الجاليه اليهوديه كمان موجوده في مصر. ايوه طبعا كانت زمان مصر يعني العقليات في التاريخ. انا عارف الحته دي كويس، التاريخ بيقول كده مش انا ماليش راي فهم. لكن التاريخ هو اللي بيقول الراي. فيونان اسكندريه ده اولمبي اسمه اهو. دي صوره مهمه جدا برضو، مهمه جدا. دي صوره نادره جدا للكابتن احمد مكاول، اول هداف 1948 49 اختلفوا 8 اهداف ام 7 اهداف، لكن في المجمل يعني نقول ده الكابتن احمد مكاوي اول هداف للنادي الاهلي 1948 49 في اول بطوله. واول مباراه على الاطلاق للنادي الاهلي كان فيها فوز 5-0. تمام، اول اللي هو اليونان وكسب في النهايه برضه 3-1. دي الفرقه الثانيه نفس اللعيبه بقى. وشوف هنا الكابتن رحمه الله الكابتن صالح سليم قاعد اللي هو اول واحد قاعد على اهو يساري انا اول واحد ده قاعد الكابتن صالح سليم. ودي نفس الفرقه، الفرقه دي خد بال حضرتك ان كان الفرقه بتيجي بتبقى القوام الاساسي بتاعها موجود ويضيفوا عليهم لعيب او اثنين، كان الاهلي على طول بيطعم كل فئته. ده اللي خلاه قدر 9 سنين ياخد دوري منهم لعيبه موجود. احنا قلنا همام وشطاره وحمد كروان وكابتن كبير كابتن لهيطه. ها في اسماء غير عاديه في تاريخ. انا ليه بقول الاسماء ديت؟ ها لان ده التاريخ. ده دي هنا حاجه ثانيه اهو، دي كانت مباراه الكره في مصر تتقدم. دخلنا بقى كده في موسم 49 50 ثاني موسم يعني. طب احنا بنقول كده موسم ما بنقولش موسم 48 موسم 9 لا بنقول موسم بيلحم. دي كانت مباراه ما بين الاهلي والترسانه، قعدوا طول الدوري متعدفوا النقط كل حاجه 23 23. كانت الترسانه فرقه غير عاديه. كان في الزمن ده معظم الفرق قويه على فكره، كل الفرق قويه. ما كناش نقدر نقول مين اقوى. صحيح. فكانت المباراه حتى هتلاقي كل البطولات كان الاهلي بياخدها بيحسمها في الاخر، بيحسمها في الاخر، يبقى عنده النفس الطويل. انا لسه كنت عايزه اقول كده يعني الاهلي يمكن كان برضو طبعا كان فرق قويه، بس كان الاهلي برضو هو اللي من زمان بيفوز. فدي حاجه احنا متعودين عليها وده برضو تاريخ، احنا مش كلامنا احنا كلامنا ان احنا بنجيب بنخلي احنا ليه بنتكلم بنقول يا جماعه ده احنا بنعرف التاريخ ما بنقولش ارائنا الشخصيه. ده تاريخ كابتن همامي كابتن حسين مدكور هو بيلعب الكوره اهو في المباراه بتاعت الترسانه. المهم قعدوا 23 دي كلها صور من الناس اللي كانت حاضره. فكري اباظه في الماتش ده ام كان بقيمه وقامه، ام عمل وصل بلد وصل راس بلدي. الله مكتوبه هنا والله. ام وقف راس بلده وبتاع خلى الجمهور تعايش معاه. طبعا كان بيقعدوا على كراسي خشب مش زي دلوقتي مدرجات، وبيقعدوا يحطوا الملعب قريبين قوي من الملعب كمان. وكان كان موجود كمان ما اعرفش بقى هل ده كان بيرقص فرحا ولا كان بيجلس في حيدر باشا اللي كان ماسك ساعتها يعني جاي مندوب. باشاوات بقى بيهزروا مع بعض بيهزروا مع بعض. فالصور دي ماتش ده خلص كام بقى؟ الاهلي قدر يهزم الترسانه 2-1 ويحصل على بطوله. كانت الترسانه قويه جدا جدا جدا. ده موسم كام؟ 1900 تمام حل. يعني الموسم الاول زي ما قلنا 1948 49 مفهوم. انتهى بهزيمه الايه؟ الزمالك من المصري 2-1 وانتصار الاهلي على اليونان 3-1. موسم 51 ده كده بقى ده مين؟ ها؟ لا صعب ان انت اللي هتقول لنا ده المفروض يا مان توتو كابتن توتو؟ لا ده الكابتن فتحي خطاب. اوكي فتحي خطاب. يا ريت نجيب كابتن توتو اللي قبليه عشان نمشي مع الايه؟ مع الحدث دوت. معلش انا اسف يا ايوه هنلاقي في صوره ثالثه للنجم لوحده اللي هو كابتن توتو بيضحك كده مبتسم. ده هداف النادي الاهلي في الموسم ده اللي بتكلم عليه 50 51. كويس هنرجع تاني. ده الفرقه اللي كسبت موسم 50 51 واتضم ليهم بقى الكابتن الاسمر الجميل محمد الجندي. كان نجم كبير جدا. اللعيبه دي كلها لعبت في اولمبياد واللعيبه دي كلها لعبت مصريه مصر مباريات وديه كبيره. بعد كده هنجيب ان اغلب لعيبه النادي الاهلي كانوا بيمثلوا مصر في لقاءات الفرق الانجليزيه والفرق التركيه والفرق الفرنسيه كانوا بيجوا مصر. هو فين كابتن صالح هنا؟ موجود في الصوره في النص اهو. كابتن صالح سليم موجود فين بقى الصف الكام؟ اهو
اهو. اه بالصف الثاني؟ ايوه موجود، بس هنا تحس ان الفرق اكبر شويه. كانهم بيلعبوا بالايه؟ بالرديف او اللي معاهم اللي هم الصف الثاني موجودين معاهم، صوره جماعيه بتتاخد لفريق زي ما الاهلي ما كسب مثلا اخر بطوله دي وخد كاس افريقيا، ما صوروش فريق بس، كل اللعيبه الاداريين وكله بتصوروا. ده موسم 1950 51. هنا بقى الجميل، ايوه اهو الاهلي بقى عمل ايه؟ كسب الزمالك 3-0. والغريب ان اخر موسم اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ده 50-51. المانشيت ده ما اثرش مشاكل وقتها؟ لا ما لان العنوان ايه؟ فوز الاهلي على فاروق. فاروق من غير ما تتحط بين قوسين مثلا. هيعملوا ايه؟ ما قبل كده كان فاروق موجود وكان في ماتش بينهم احتكموا، ها؟ وفاروق قال لك لا ما فيش حاجه اسمها تعادل، لازم الماتش يخلص، والاهلي كسب 3-1. طب كويس. بس فاروق اكيد ما كانش سعيد بالمانشيت ده. اكيد هو سعيد بفرقته انها تكسب، بس هو كان ساعتها حته ان هم يعني عادي، يعني هو اهم حاجه هو يبقى موجود. ما كانش فيه لا تعصب يعني، انا ما اعتقدش البشوات زمان او الملك فاروق لسه يعني هو ولي العهد يعني، او ما هو كان الملك ساعتها وعايز يرفع الكاس اللي يكسب وانه بقى يوري للناس انه عنده روح رياضيه. واخد بالك ازاي؟ هنا الاهلي كسب 3، والبطوله دي جميله قوي. البطوله دي الاهلي والزمالك بعد المكسب ده برضو ها لقوا النقط قد بعضيهم، لعبوا حاجات قالوا لا بقى اول مره يطبقوا نظام قاعده الاهداف. قاعده الاهداف اول مره في السنه ديت اهو، ده الكابتن توتو. اوكي. والصوره اللي كانت قبل كده ها كان فتحي هو نفس الشعر، احنا فاهم يعني كانوا برضو زمان كان ستايل قريب لبعضها يعني قريبين لبعض. ده الكابتن فتحي خطاب هداف البطوله اللي احنا كنا عليها دلوقتي 50-51. الكابتن توتو هداف 49-50. تمام. انا جبت مع كل حاجه، جبت اللعيبه الهداف، وجبت كان الكابتن فتحي خطاب هو هداف النادي الاهلي في الموسم ده. مين كان قريب قوي في الفتره دي من كابتن صالح سليم؟ لا ده كتير، همامي وكروان وناس كتير، والهيطه وابو حباجه ها ناس كتيره. كابتن صالح سليم كان محب جدا للي حواليه، وحتى لما دخل بعد كده الكابتن الجوهري معاهم في الفرقه ها، وبدا ياخدوا يخشوا كاس افريقيه، ناخدوا اول بطوله 1957، كان برضه كابتن صالح سليم وكابتن الجوهري من اعمده الفريق، فريق مصر. احنا ليه بنقول كده؟ ان النادي الاهلي تملي بيغذي الفرقه الاهليه، كانوا زمان بيسموها الفرقه، كنت اتمنى ان اغلط زمان ما اطلع لك ايه الفريق الاهلي مش فريق الاهلي، لا ايه. الاهلي يعني ايه؟ هو الوطني. الوطني ان شاء الله يا استاذ كريم. طب. الاهلي فقلت اشغل، لا ده الاهلي ولا ده الاهلي اللي احنا بنعرفه لا حبيبنا، لا كان في فرق. فكان في زمان بص هنا بعض اللعيبه، هنا كابتن فتحي خطاب قاعد في ايام ما كانوا بيلعبوا ماتش وكان تعادل 0-0 ها، وكان قاعد بيشكي من كتر الارهاق، بيلعبوا يعني وقت اضافي، وكان بقى ساعتها مش زي دلوقتي، الارض غريبه والناس واقفه حوالين الملعب. بص كابتن مكاوي، كابتن همامي، كابتن ابو حباجه، الناس دي يا جماعه لازم نرجع للتاريخ. شوف الصور هنا من ارض الملعب عاملين ازاي، شوف ما يقلش عن دلوقتي روح وعزيمه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيفرق في الثلاث بطولات دولت، موسم الاولاني، موسم الثاني، وموسم الثالث، ها بيفرق ايه معاه؟ الروح والعزيمه طبعا، يعني هي موجوده لحد دلوقتي خلينا نقول. أيوة. طبعا. ولما جبنا دول ثلاث بطولات، في بطوله اللي بعديها كان برضو الاهلي داخل فيها ياخدها، واحد اتحاد الكره قال ايه؟ قال لا استوب. ليه؟ قال لك احنا داخلين على دوره هلسنكي. دوره هلسنكي. اوكي. فما تلعبش الدوري ده 51 52. وده كان يعني عمل تاثير. النادي الاهلي كان الفرقه الوحيده اللي وقف الزحف بتاع النادي. النادي الاهلي قال يا اخي ياخد دوري ياخد كاس فاروق. ياخد دوري ياخد كاس فاروق، ياخد دوري ياخد كاس فاروق. ما عدا السنه دي اللي تم فيها ارباء، مش احنا مش بايدينا بقى. طبعا. ما نعرفش ده الدوره ساعتها حيدر، ما تعرفش التاريخ بيقول ايه. فما اشتركناش في موسم 51 52، ما اتعملش الدوري. اوكي. ولما نيجي بقى نتكلم بعد كده هنقول بس موسم 52 53 الاهلي، 53 54 الاهلي، 54 55 الاهلي، 55 56 الاهلي. هنقول ايه بس يا جماعه؟ مكرر. ها؟ ده التاريخ، مش انا اللي بقول، التاريخ. مش احنا برضو اللي بنقول حد يقول بنجامل يا جماعه، ده التاريخ، ده التاريخ. احنا عايزين اللذيذ من الاستاذ محمد اللي هو يرص لك الحاجات. أيوة. مش احنا، ده التاريخ اللي بيقول. ساعات يقول لك ايه الخ يعني توابع. ها؟ ودلوقتي ما احنا بالحمد لله بناخد البطولات. احنا كنا زمان ها عندنا الروح لاخر لحظه، عندنا نجيب الهدف في اخر لحظه. ده ليه دليله جميله قوي ان الاهلي تاريخ عظيم، تاريخ جميل، كل ما تقرا تاريخه تحبه اكتر،
كل ما تقرا تاريخه يزيد عدد جماهيره. طيب استاذ محمد خليني اسالك عن بقى المانشيتات زمان، عايزين نعيش الفتره بتاعت زمان، ازاي مع الفوز العظيم ده للنادي الاهلي المتكرر كان بتتناول او كانت بتتناول يعني المانشيتات والصحف الفوز ده في العناوين المختلفه؟ هل كان بيبقى في حساسيه مثلا علشان نادي الفاروق وقتها اللي هو نادي الزمالك، هل كان في ولا كان لا بالعكس كان الصحف بتكتب وبتعرف الناس اللي بيحصل بشكل يعني في شغف؟ سؤال جميل يا استاذ نهاون، سؤال جميل جدا. لو نرجع للصحافه زمان غير دلوقتي، اه تحس زمان ما كانش فيه اغراض كثيره. وبعدين هو نادي الفاروق ايه؟ هو نادي الفاروق مع كل احترام زي اي فريق اقوى منه الترسانه المصري وقتها، المصري كانت الترسانه اقوى يعني. اه طبعا المصري كان بيغلب، يعني انا اقول بقى تاريخ كان بيغلب الاهلي والزمالك، لكن الاهلي كان بيجي في الاخر وياخد يعني يكسبه بالبطوله، يعني ممكن في وسط الماتش يخسر ماتش لكن يجي في الاخر يكسب. لكن لو رجعنا للمانشيتات ما كانش فيه الحزيه الموجوده دلوقتي وتلعب بالالفاظ ولا الحسابات اللي بقت بتتحسب. مفيش حسابات، الملك بنفسه يقف كده بكل واحد طيبه حتى والفريق باسمه، هو ده تشريف ليه ان ده فريق باسمه، لكن مش عايز ياخد كل البطولات عشان يكون كان في رقي يعني في طبعا. لكن احنا ساعتها النادي فاروق زي ان هو مختلط او فاروق او دلوقتي الزمالك مع كل احترام طبعا التاريخ الكبير، ها لا زي اي فرقه الترسانه والمصري واليونان والاولمبي السكندري. وده مين اللي بيقول الكلمتين دول؟ التاريخ. التاريخ مش احنا. نرجع للتاريخ، احنا ايه اللي حببنا في الاهلي؟ طبعا. واحنا بنحب الاهلي في العلم الموجود دلوقتي؟ لا، نرجع بالتاريخ. الله، اي انسان يقول لك ايه ماضي ايه كويس، اه لا ده كويس، ولاده بيكملوا ولاده بيكملوا. هو الحقيقه عشان تاريخ الاهلي يعني عريق. مليان ودسم وزاخر بالنجاحات والرقي وكتير جدا من العناصر اللي فعلا لسه موجوده في النادي الاهلي الى يومنا هذا. عشان كده احنا دايما بنسعد بوجود حضرتك معانا عشان ترجع بينا بالزمن للفترات الزمنيه الحلوه. انا جميل جدا ان انا بقعد معاكم، ربنا يخليك، ابتسامتكم الحلوه بتشجعني وبتمشي ذاكرتي، وبتكلم عن احلى حاجه بحبها النادي الاهلي، الفرحه الوحيده. الحديث متواصل باذن الله، نرجع نلتقي مع حضرتك مره ثانيه قريب باذن الله. بنشكرك، نورتني يا استاذ محمد. شكرا. جدا. واعتقد اكيد الجماهير استمتعت بالتاريخ والذكريات اللي حضرتك يعني قلتها لنا دلوقتي. حاجه جميله ومحترمه طبعا. ارجعوا للتاريخ تعرفوا عظمه. واي حد يقول لك حاجه تقول له ايه؟ ده التاريخ. ده التاريخ. ايوه، ما جابش حاجه من عندنا، ملوش ماضي. ايوه صحيح. هنروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع نكمل فقراتنا الحواريه.